السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثاني الإعدادي أهلا بكم. معادنا النهاردة ولقائنا اليوم الأسبوعي، وإن شاء الله النهاردة بنحل مع بعض التدريبات على درس المعرب المبني من الأفعال في البوكلت عند حضرتك. بسم الله نبدأ. أول سؤال عندي بيقول لي بين علامة بني الفعل في الجملة أو في الجمل الآتية. يبقى انا همسك الجمله واشوف الافعال اللي فيها واطلع المبني منها واقول هو بني على ايه. ويفضل طبعا وانت بتحل سؤال زي ده انك تذكر سبب علامه البناء. اول مثال عندي والله لاخدمن وطني، والله لاخدمن وطني. طبعا الفعل اللي عندي المبني هنا لاخدمن، تمام. اللام هنا دي اسمها لام القسم، واخدم ده فعل مضارع، وطالما الفعل المضارع بتاعي اتصل بيه دون التوكيد يبقى الفعل بتاعي مبني على الفتح، مبني على الفتح، يبقى أخدمن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بدون التوكيد. سؤال رقم ب، الممرضات يقمن بالواجب، الفعل يقمن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. ودول حالتين البناء الوحيدتين للفعل المضارع. يعني المضارع بيبنى في حالتين اتنين بس. واحد اتصل بيه نون النسوة، اتنين اتصل بيه نون التوكيد. طيب بعد كده السؤال الثاني بيقول لي حدد الفعل الامر وعلامه بنائه فيما ياتي. شوف فين الفعل الامر واقول بنائه ايه. خلينا بس فاكرين كده شباب ان في قاعده ثابته معانا بتقول ان فعل الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه. تاني، يعني فعل الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه؟ يعني فعل الامر بتاعي لما اجي اقول او اعرف علامه البناء بتاعتي عنده اجيب الفعل المضارع بتاعي واحطه في حاله انه يكون مجزوم، واشوف هو لما بيبقى مجزوم في المضارع بيبقى مجزوم علامه جزمه ايه، هي علامه بناء فعل الامر. وليكن مثلا عندي الفعل الاول اسعى في الخير، الفعل اسعى ده لو انا حولته لفعل مضارع هيبقى يسعى. لما احط قبل منه اداه جزم ولتكن لم مثلا هيبقى لم يسعى، وهيبقى فعل مضارع مجزوم علامه جزمه حذف حرف العله. يبقى هنا الفعل المضارع بتاع الفعل الامر بتاعي هنا ماله؟ مبني على حذف حرف العله. ده معنى الجمله اللي بتقول ان الامر يبنى على ما يجزم به ايه؟ مضارعه. بعد كده بيقول لي ذاكروا دروسكم بجد. الامر عندي هنا ذاكروا، ذاكروا دروسكم بجد. طبعا ده فعل امر مبني على هيبقى حذف النون لاتصاله بواو الجماعه. لان احنا لو حولناه لمضارع هيبقى مضارع مجزوم علامه جزمه حذف النون. سؤال رقم ج بيقول لي ازرع الخير تحصد خيرا، ازرع الخير تحصد خيرا. هنا ازرع فعل امر هيبقى مبني على السكون، هنا ما اتصلش بيه اي حاجه ولا اي ضمير، ولو حولناه لمضارع مجزوم هيبقى مضارع مجزوم بالسكون، يبقى هي هي. ساعدنا امهاتكن، ساعدنا امهاتكن. هنا فعل امر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوه، ودي قاعده ثابته. اطعمي الفقراء في رمضان، اطعمي الفقراء في رمضان، ده فعل امر مبني على حذف النون لاتصاله بياء المخاطبه. السؤال الثالث بيقول لي حدد الفعل الماضي وعلامه بنائه فيما ياتي. يبقى احنا في السؤال الاول شفنا المضارع المبني، وفي السؤال الثاني شفنا الامر المبني. في الماضي في السؤال الثالث هنطلع الفعل الماضي ونقول علامه بناء. السؤال الاول بيقول لي نجح المجتهد. خلينا نراجع كده مع بعض. احنا عارفين ان علامات بناء الفعل الماضي ثلاثه، يا مبني على الفتح، يا مبني على السكون، يا مبني على الضمه. طيب احنا لو قعدنا نراجع كده ونقول فعل الامر يبنى على الفتح امتى؟ قال لي اذا لم يتصل به شيء، او اتصلت به تاء التانيث، او اتصل به ناء المفعولين، او اتصل به الف الاثنين، ساعتها بيبقى مبني على الفتح. طب امتى يبقى مبني على السكون؟ لو اتصل به تاء الفاعل او نون النسوه او ناء الفاعلين. طب امتى الفعل الماضي بتاعي يبقى مبني على الضم؟ لو اتصل به واو الجماعه فقط. طيب وعلشان برضو حضرتك يبقى الموضوع سهل وبسيط بالنسبه لك، فعل الامر ده صديق لسعادتك، مش بيعمل لك ازعاج ولا قلق. حضرتك شوف اخر حرف نطقته بانهي شكل، بانهي علامه،
هتبقى هي دي علامة البناء بتاعت فعل الأمر. سوري الماضي. طيب نجح المجتهد، الفعل ده ما اتصلش بيه حاجة، الفعل الماضي مبني على الفتح. رقم ب، الأولاد خرجوا إلى الشارع، واو الجماعة متصلة بالفعل، يبقى أنا مغمض كده، فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. ده زائد إن أنا لما نطقت كده انطق الجيم كده، خرجوا، أهي الجيم عليها ضمة. المتسابقان تنافسا، المتسابقان تنافسا، هنا عندي تنافسا فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بألف الاثنين. بعد كده شباب عندنا الدولة اهتمت بالمتفوقين، اهتمت فعل ماضي مبني على الفتح، التاء دي مش تاء فاعل، التاء دي تاء تأنيث، دليل على ان الفاعل مؤنث اللي هي الدولة، بس طبعا الدولة هنا مبتدأ، انا اقصد ان الفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على الدولة. رقم هاء، الفتيات ساعدنا امهاتهن، الفتيات ساعدنا امهاتهن اسف. يبقى الفعل ساعد فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. سؤال رقم واو، الجنود انتصروا في المعركة، الجنود انتصروا في المعركة، هنا فعل ماض مبني على الضم. يبقى الفعل انتصروا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. نشوف السؤال الرابع، بيقول لي حدد الأفعال المعربة والمبنية فيما يلي. هنمسك فعل فعل ونشوفه معرب ولا مبني. عند حضرتك يقاتل، الفعل ده مضارع ولم يتصل به نون نسوة ولا نون توكيد، يبقى فعل معرب. شرح ماضي يبقى معرب، يبقى مبني على طول، ما فيهاش اختلاف. نحتفل مضارع ما اتصلش به ولا نون نسوة ولا نون توكيد، يبقى معرب. يبس، الفعل ده ناخد بالنا منه، هو مش أي فعل أوله إيه؟ يبقى فعل مضارع، ده فعل ماضي يبس. تمام؟ وطالما ماضي يبقى مبني. أمضى، أمضى، الفعل ده فعل ماضي يبقى مبني على الفتح، يعني فعل مبني. يسر، يسر، بادئ بإيه؟ بس هو ماضي يبقى مبني. عرف، فعل ماضي يبقى مبني. وقف، فعل ماضي يبقى مبني. يتذكر، فعل مضارع ما اتصلش به ولا نون نسوة ولا نون التوكيد، يبقى معرب. نساعد، فعل مضارع لم يتصل به ولا نون نسوة ولا نون توكيد، يبقى معرب. زار، فعل ماض يبقى مبني. نسي، فعل ماض يبقى مبني. تجتهد، فعل مضارع ما اتصلش به ولا نون نسوة ولا نون توكيد، يبقى معرب. يعاون، فعل مضارع ما اتصلش به ولا نون نسوة ولا نون توكيد، يبقى معرب. انتصر، فعل ماض يبقى مبني. افترق، ماض يبقى مبني. يئس، اوله يه بس ماض يبقى مبني. تنمر، اوله ته بس ماضي يبقى مبني. تعاون، فعل ماض اوله ته برضه بس مبني. اكتب، دي همزة المضارعة والبها علاقة ضمة، ده معناه ان هو فعل مضارع ما اتصلش بيه ولا نون نسوة ولا نون توكيد، يبقى فعل معرب. طيب تعالوا نشوفوا القطعة دي ونحلها كده مع بعض. لكن هذا البطل المصري لم تخدعه هذه الألفاظ البراقة، وأبى أن يترك بلاده فريسة لهذا الأجنبي الغاصب. أبى أن يلقي سلاحه من يده، وعاد يكافح على رأس بقية من الأحرار والمجاهدين، حتى قبض عليه رجال نابليون وأرسلوه للقاهرة لمحاكمته. الإعراب، هذا اسم إشارة، يبقى من الحاجات من الأسماء المبنية، اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم لكن. بلاده مفعول به منصوب علامة نصبه فتحة، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. الأحرار قبلها حرف جر، تبقى اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. رجال، قبض عليه رجال نابليون، مين اللي قبض؟ مين اللي قبض؟ الرجال، يبقى رجال هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. أرسلوه، أهو أرسلوه دي مش فعل بقى، دي جملة كاملة يا شباب.
أرسل ده فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. طب يبقى أنا عندي واو الجماعة هنا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طب وهاء الغيبة ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، يبقى أرسلوه دي جملة كاملة. طيب بيقول لي استخرج من الفقرة نعتا. عندي كلمة المصري نعت، عندي كلمة البراقة نعت، عندي كلمة الغاصب نعت، تمام؟ طيب عايز حال، حال عندي كلمة فريسة، أبا يعني رفض أن يترك بلاده فريسة، فريسة هنا إيه؟ حال. عايز اسم معرب، الأسماء المعربة هنا بقى كتير، عندك البطل والمصري والألفاظ والبراقة وبلاده وفريسة والأجنبي والغاصب وسلاحه ويده ورأس وبقية والأحرار والمجاهدين ورجال ونابليون والقاهرة ومحاكمته، كل دي أسماء معربة. طب عايز اسم مبني، عند حضرتك كلمة هذا اسم إشارة، عندك هذه اسم إشارة، عندك هاء الغيبة في كلمة تخدعه وفي كلمة بلاده وكلمة سلاحه وكلمة يده وكلمة أرسلوه وكلمة عليه، كل دي فيها هاء الغيبة، وكلمة محاكمته كل دي هاء الغيبة فيها ضمير متصل وده اسم مبني. عايز من القطعة فعلا معربا، بدور على فعل مضارع ولا اتصل بيه نون نسوة ولا اتصل بيه نون توكيد، عندك بقى كلمة تخدعه فعل مضارع مجزوم، يترك فعل مضارع منصوب، يلقي فعل مضارع منصوب، يكافح فعل مضارع مرفوع. طيب عايز فعل مبني، فعل مبني بدور بقى على فعل ماضي، فعل امر، مضارع اتصل بيه نون نسوة ونون توكيد، عند حضرتك كلمة أبى فعل ماضي اهو يبقى مبني. عندك الفعل عادة فعل ماضي مبني، عندك أرسلوه ماضي مبني، قبض ماضي مبني. طيب سؤال رقم ج، أجب بما هو مطلوب بين القوسين، يشهد الإنسان بقدرة الله. بيقول لي اجعل الفعل مبنيا على الفتح مرة وعلى السكون مرة. بص بقى حضرات، يفضل يفضل لما يجيب لك فعل مضارع ويقول لك أنا عايزه مبني تخليه على صورته، يعني يفضل مضارع زي ما هو. طب افرض ان انا حولته لماضي او امر، طالما هو ما قالكش على صورته ماشي متاح ليك، بس احنا بنقول الافضليه يفضل مضارع زي ما هو. طيب طب لو انا عايزه مبني على الفتح هخليه يا اما ماضي، اقول شهد الانسان بقدره الله، يا اما هيبقى مضارع زي ما هو بس يحط له نون التوكيد. ازاي بقى؟ اما اقول لتشهدن بقدره الله، تمام، او لا يشهدن الانسان بقدره الله، او والله لا يشهدن الانسان بقدره الله، كده كلها نون التوكيد. طب عايزه مبني على السكون اخليه مثلا فعل امر اقول له اشهد بقدره الله، او احط له نون النسوه يبقى اخليه ايه؟ النساء او الفتيات يشهدن بقدره الله. السؤال الثاني في جيم، بحث العلماء عن مصادر اخرى للطاقه، حول الجملة إلى جملة اسمية وبين علامة بناء الفعل مع بيان السبب. حول العلماء بحثوا عن مصادر أخرى للطاقة، ساعتها بالفعل الماضي بتاعي مبني على الضم لاتصاله بواو الجمع. آخر سؤال معانا النهاردة بيقول لي قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اعرب الأفعال اللي في الجملة. عندك الفعل تنالوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. تنفقوا فعل مضارع منصوب بحتى وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. تحبون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه وسقوط النون لأنه من الأفعال الخمسة. وبكده شباب يبقى وصلنا لنهاية الحصة بتاعتنا النهارده، أتمنى نكون حصلنا إفادة كويسة وإن شاء الله نتقابل الأسبوع الجاي بإذن الله.